علشان تختبر عينة من أي مادة وتطلع نتيجة صحيحة تنطبق على باقي المادة اللي أخدت منها عينة الاختبار، فلازم تاخد العينة دي بشكل صحيح بحيث تكون عينة منتقاة وفيها كل صفات المادة اللي انت هتختبرها. وأثناء شغل الأسفلت في عينات يومية بتتاخد علشان اختبارات ضبط الجودة، علشان أشيك على الخليط وأتأكد إن هو بيحقق أو بيطابق المواصفات. وعلشان اخد عينة الاسفلت بشكل صحيح فلازم يكون عندي مواصفة اكون شغال تبعا ليها، وهنا هنشتغل تبعا للمواصفة الامريكية ASTM D979، وهنعرف مع بعض ازاي ناخد عينات الاسفلت بشكل صحيح سواء من على الشاحنات او من موقع التنفيذ او من الستوك فايلز. في البداية نحتاج معانا حاويات سواء كانت دلو او اناء او كرتونة، وهنحتاج مجرفة او كوريك، وكمان هنحتاج مادة مذيبة علشان ننظف بيها الادوات اللي هناخد بيها العينة. لكن هنا ممنوع استخدام الديزل علشان ممكن يأثر بالسلب على الخلطة الاسفلتية او على طبقات الاسفلت القائمة. طبعا قبل ما ابدأ في اخذ العينات لازم اكون عارف العينات المطلوبة علشان اوزعها على كمية الانتاج اللي هتطلع من الخلاطة في اليوم ده، ولازم التوزيع ده يكون توزيع عشوائي على الكمية ككل، يعني عينة مثلا تكون في بداية الانتاج وعينة في النص وعينة في اخر الانتاج لو هيكفي 3 عينات فقط للكمية اللي هيتم انتاجها واختبارها. وطبعا الكلام ده موجود في المواصفة الامريكية ASTM D3665. وانا هنا شخصيا لا افضل ان انا اخد عينة من بداية الانتاج مباشرة اللي هي اول شاحنة، وان كان لابد من فحصها بصريا، وممكن كمان ناخد عينة استرشادية علشان نشوف لو الخلطة فيها مشاكل نبدأ نتفادى المشاكل دي. والتقرير بتاع العينة دي مش شرط يرفق في طلب الاستلام لان في عينة او عينات هتتاخد فيما بعد. في البداية لو هاخد العينة او العينات من على الشاحنات اللي هتنقل الاسفلت لموقع التشغيل، فمحتاج احدد عدد العينات اللي انا هاخدها، وبناء عليها احدد الشاحنات اللي انا هاخد منها العينات دي. وهاخد العينة بعد كده على 3 دفعات بحيث تكون كل دفعة او كل جزء من العينة متاخد من مكان مختلف من على سطح الشاحنة. وبعد كده هيتم خلط ال3 أجزاء مع بعض علشان في الاخر يدوني عينة كاملة، عينة منتقاة ممثلة للخليط ككل، بحيث يتراوح وزنها من 20 لـ25 كيلو. اما لو هاخد العينة من على الطريق وقبل الدم فمحتاج ان انا احدد 3 مواقع او 3 أماكن مختلفين خلف الفرادة علشان اخد منهم العينة. هاخد العينة على 3 دفعات متساوية بحيث كل دفعة تتاخد من مكان من الأماكن الـ3، وبعد كده هبدأ أخلط ال3 أجزاء دول مع بعض علشان يدوني عينة كاملة تكفي لإجراء جميع الاختبارات، وزنها يتراوح زي ما قلنا من 20 لـ25 كيلو. مع تجنب أخذ أي مواد من الطبقات الموجودة أسفل طبقة الأسفلت اللي بيتم تشغيلها سواء كانت طبقات سب بيز أو بيز كورس. طبعا الكلام ده في حالة إن أنا هاخد عينة واحدة، لكن لو هاخد 3 عينات أو أكتر بحيث إن كمية الإنتاج كبيرة ومحتاج إن أنا أغطيها واعمل عليها كواليتي كنترول صح، فاماكن اخذ العينات هتتوزع بطريقة عشوائية بحيث كل عينة تتاخد من مكان او موقع مختلف. اما في الطريقة الثالثة لاخذ العينات فممكن اخدها من ستوك بايل اللي هي كومة صغيرة، والكومة دي ممكن يكون السطح بتاعها برد وعمل كراست اللي هو عمل قشرة، فمحتاج ان انا اشيل القشرة دي بعمق لا يقل عن 100 ملي 10 سنتي يعني، وبمساحة 1 متر. هكرر الكلام ده في 3 أماكن مختلفين في محيط الكومة كاملة، وهبدأ آخد العينة بتاعتي على 3 دفعات بنفس الطريقة اللي أخذناها من خلف الفرادة أو من على الشاحنة.
لكن لو الستوك بايل او الخلطه ما زالت محتفظه بالحراره بتاعتها فمش محتاج ان انا اشيل القشره اللي موجوده، وهبدا اخد العينه بتاعتي مباشره على 3 دفعات ومن محيط الكومه كامله. بس كده يا سيدي، خدنا العينات بتاع الاسفلت بشكل صحيح، مش باقي الا اننا نروح المختبر ونبدا نعمل الاختبارات بشكل صحيح. هنشوفها مع بعض ان شاء الله في فيديوهات ثانيه قادمه، ولحد ما اشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله اتمنى لكم دايما التوفيق، ورجاء ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.